ما في احسن الاحوال اخواني اخواتي، الكل والتفاصيل في الفيديو. ما تنساوش قبل ما نبدا معكم الفيديو اللي داز من هنا اشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. لايك للفيديو والتعليق لتحت، الاراء ديالكم فقط كتهمني. اخواني اخواتي، كيف ما شفتوا هيام تحتضر، هيام حالتها خطيره. كنتمنوا ان دعواتكم لها بالشفاء. انا خليت لكم فيديو في اول فيديو باش تشوفوها مسكينه، حالتها حاله زعما اللي في هذه الدنيا ما يتيقش الاخوان والاخوات بها. راه الدنيا غداره اليوم، حنا هنا وغدا والله ما نعرف، لان حنا في يد الله والامر في يد الله. والله وسعدات لي فعل الخير. كنتمنى هذا الفيديو يكون العبره وليس للفرجه. اخواني اخواتي، مسكينه كانت صحه سلام فاش داتها واحد الخنقه، سبحان الله كانه ملك الموت كيقبض الروح ديالها. هزوها سريعا الى المستشفى فداروا ليها الاكسجين الاصطناعي باش تقدر تنفس، ولكن هذه الانسانه مازال تحت رعايه ديال الطب. هذا علاش كنتمنى الكل يطلب ليها الشفاء العاجل ان شاء الله. الله يشفي لجميع الامه المسلمه ويشفي لجميع المرضى. هاد الانسان كيكون صحيح في صح ولا جالس ما عليه ما به حتى كيلقى راسو كيحتضر، وشحال من واحد مات وهو جالس ما عليه ما به، يعني صحه سلام. الاعمار كيف ما سبق لي وقلت لكم في يد الله، والواحد خاصو دائما يدير في راسو ان ملك الموت كيشوف له في وجهه 300 وزياده في النهار، وكيتسنى غير الامر من الله باش يقبض الروح ديال داك الشخص. وشحال كنا هكا، ماشي زعما غير واحد ولا جوج، العالم هكا كيدير فيها ملك الموت. فالله يدير لنا الله يعطينا موتة مستورة، والله يعطينا في الوقت المناسب. والموت الغفلة الاخوان والاخوات كثرات. وش غنقول لكم، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، خليوا لي الاراء ديالكم لتحت والدعوات ديالكم لهيام. لايك 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 الفيديو، بارطاج، شكرا لحسن المشاهده مسبقا. ونقول لكم انا الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.